حلقة النهاردة احنا هنعمل مع بعض كاتشوري. كاتشوري عبارة عن زي سي فود مسبك في صوص، في وسط صوص طماطم، بيتقدم مع عيش محمص فظيع. في الفقرة التانية هنعمل مع بعض برضو طبق جانبي من البولنتا والمشروم. اهلا بيكم في حلقه جديده في مطبخ 101. النهارده هنعمل حاجه اسمها كاتشوري. كاتشوري دي طبق ايطالي. الكاتشوري السبيلنج بتاعها بالايطالي فيها، يعني فيها قصه لطيفه. السبيلنج بتاعها فيها سي اي سي سي يو ار اي، تمام، سي اي سي سي، وفي المهم، يعني انا مش فاكر، محتاج ورقه وقلم. المهم ان فيها خمس حروف من السي. فبيقول لك انت دلوقتي خمس حروف من السي، يبقى انت لازم تحط خمس انواع سي فود جوه الطبق ده، لازم يبقى فيه خمسه. ليه هم قالوا كده؟ فاحنا عندنا تقريبا، اظن هم خمسه، عندنا كابوريا، وفي السبيت، وفي جمبري، وفي بلح البحر اللحمه، وبعد كده عندنا الجندفلي الابيض كده. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، بتهيألي هم كده خمسه. نبتدي بقى الطبق ده ازاي. ان احنا ناخد بصل، هنشوح شويه بصل كده في الاول، جميل، مع الايه، مع البقدونس. انا ايه، هقطعهم دول عشوائي شويه، مش لازم، عشان هو طبق روستيك، يعني طبق ايه، بيتي، جميل. مش لازم الحنتفه في التقطيعات بتاعتها، تمام. المقصود ان انا عايز الايه، البصل يكون ناعم، يكون رفيع، ما يبقاش فيه كلاكيع بصل كبيره جدا، عشان يطلع السكر بتاعه ويطلع التسكيره اللطيفه بتاعتها، جميل. هنا بقى طاسه، انا مسخن الطاسه شويه، جميل. اديني شويه ملح، جميل، اديني بقى شويه زيت، خليهم بقى دول يعيشوا حياتهم شويه. الحته دي كبيره، جميل. ناخد بقى البقدونس، اللي عجبني في الطبق واللي اثار انتباهي في الطبق ده، ان هو بيقول لك الوصفه بتاعته. لما كنت بقرا عن التاريخ بتاعه، كان الوصفه مكتوب في 1800 وحاجه، يعني مكتوب بقاله اكتر من 100 سنه. فكان الوصفه نفسها من اول مره الوصفه دي كتبت، ان هو بيقول ان احنا نحط البقدونس في الاول، مع ان احنا متعودين ان احنا بنحط الاعشاب الورقيه دي بنحطها في الاخر، جميل. فلما فكرت فيه قلت هو يمكن هو بياخد طعم برضو، بياخد نكهه بس بشكل مختلف عن المعتاد، عن بدل ما هو يبقى فريش، بدل ما هو يبقى طعم البقدونس فريش فيه، بيبقى طعمه مطبوخ شويه. ناخد بقى فص توم، فصين توم يا دوب كده متكسرين، ونرميهم معاهم برضو. احنا عايزين ناخد لون كده على البصل، بصل يبتدي يبقى بني شويه. بنحط فصوص الثوم كامله ليه؟ عشان ما تتحرقش بسرعه، يعني برضو فيها فكر، برضو الطبق نفسه فيها فكر. انا بحب، انتوا عارفين انا بحب الاطباق اللي فيها فكر، جميل. ده بقى شويه عيش انا هقطعه وهدخله الفرن عشان يدوب يتحمص شوية، جميل.
المقصود ان العيش بقى اللي احنا نقطعه يبقى محمص عشان نقدر نغمس في الصوص اللي هيطلع من الحاجات الحلوة اللي قصادنا دي. جميل. حط دول بقى هرصهم على الصينية. اديلهم بقى سنة زيت زيتون من على الوش. بس كده. رشة ملح. خش الفرن يتحمص ويبقى لطيف وظريف ودمه خفيف. طيب نرجع بقى لموضوعنا اللي هنا. البصل بدأت تاخد لون شوية. جميل. في واحدة اتنين تلاتة اربعة كده خدوا لون. في بهاريز انا شايفها في قعر الطاسة. ناخد معلقة معجون طماطم. وبعد كده الطماطم متقشرة بالعلب بالمية بتاعتها. وبعد كده هناخد بقى ده خل احمر. جميل. خل العنب الاحمر. مفيش خل عنب احمر. ممكن نستخدم الايه الخل الـ ممكن نستخدم الخل اللي هي اسمها الخل الابيض. بس الخل العنب اقوى شويه فبالتالي هنستخدم كميه اقل. لو بنستخدم الخل الابيض او الخل العنب او خل التفاح او اي خل من اللي هي القويه دي بنستخدم كميه اقل طبعا من الخل الابيض. جميل. وبعدين بنخففه بشويه ميه. يعني احنا بنحط ربع كوبايه خل الاحمر او القوي نحط عليها تلت اربع كوبايه ميه. جميل. بعدين دي بقى انا عايز ايه بخ لغايه ما تقريبا يعني تبقى ناشفه شويه. جميل. الموضوع يبقى ناشف شويه. جميل. يعني ما فيهاش رطوبه كتيره. بعد كده الفص الثوم وكل الكلام ده موجود معانا. جميل. حط ده سي فود بعد ما نزل. يعني هو كان سي فود كان في كيس وكان الفروزن ونزل ميته. انا عايز الميه دي لان هي هتعمل لنا طعم. حط الكلام ده مع الجندوفلي الابيض وعليها الخل بالميه اللي احنا عملناها. جميل. فده كله هيستوي في قلب بعضه. كله هيستوي في قلب بعضه. جميل. بس الخل وظيفتها ايه بقى هنا؟ ان هي بتكسر الطعم السمك قوي وبتدينا سنه تسكيره. على فكره برضو بالذات الخل اللي جاي من فواكه بيبقى سن فيها سنه سكر كده تدينا طعم النكهات كده لطيفه جدا. تمام كده. هننضف دول ننضف حواليا شويه كده ونسيب دي تتسبك. جميل. احنا بنتكلم يعني احنا مش محتاجين اكتر من ايه ربع ساعه عشان السي فود يكون مطبوخ مش اقل من ربع ساعه بس. وبنرجع ونبتدي نشوف بقى هو هيتقدم ازاي. انا عندي عيش بيتحمص في الفرن. تعال نبص كده عليها. بدات اهو تتكلم بدات تاخد لون لطيف من على الجناب. شايفين؟ بس نقلبها عشان الوشين يتحمصوا. على فكره دي نفس طريقه الجارليك بريد. لو حد عايز يعمل جارليك بريد يعني ناخد ثوم نفرمه في وسط زيت. بعد كده بدل ما احنا بنرش زيت زيتون بس احنا كده بنرش زيت بالثوم وهو دخل ويبقى جارليك بريد. بس هنطلع فاصل. لما نرجع من الفاصل هنشوف بقى الاستاذ ده هيخلص على ايه ونعمل الطبق الثاني برضو بتاعنا اللي هي بولنتا بالمشروم. شوفكم كمان شويه.
رجعنا من الفاصل، خلينا نبص على السي فود في الطماطم اخبارها ايه. الريحه اللي طالعه فظيعه فظيعه يعني بجد تحفه. السي فود ده بيستوي بسرعه يعني، الجمبري واللحم البلح البحر والجندوفل اللي احنا حطيناه كل ده بيستوي بسرعه جدا. ده ممكن يتاكل، ممكن نعبي على طول في بولات كده ونقعد نشربه كده وناكله ونبقى مبسوطين، او الطريقه التقليديه بتاعت التقديم بتاعتها دلوقتي هنعملها، ان هو بنعمل بنصفي الصوص من اللحمه او البروتين يعني، سؤال مهم بقى ممكن يتسأل هنا، هل يا وسام ينفع ان انا احط مثلا ايه اجزاء فراخ اجزاء سمك كبيره بدل ما هي كلهم متقطعين رفيع؟ اه ينفع، ممكن نحط مثلا حته قشر بياض كده كبيره فيها وكل الكلام ده. اللي احنا عايزينه من ده ان هو يبقى السمك يعني شبه مهري، حتى لو احنا حطينا سمك بدل الشلفش اللي انا حاطينه يبقى شبه مهري، ويبقى ايه في كل قطمه فيه ايه حته ايه سي فود كده. ايه هبتدي اغرف الحاجه، ده العيش اللي احنا حمصناها، زي ما يقع يعني زي ما يجي جميل. نهندمه شوية بس، جميل. وبعد كده بقى ناخد الصوص وعليها من على الوش، الصوص ما يتقلش، الصوص كده زي ما هو. بس كده حلو قوي ماشي. وبقيه الصوص ده نحطه بقى ايه على جنب لو حد عاوز ايه يشربهم كده لوحدهم. دي شوربه سي فود بالطماطم فظيعه ما حصلتش. بس ادي كده الايه كاتشوكو، جميل. كله يخش بقى وايه ويدبها كده ايه اكلة ايه سمك كده محترمة على الترابيزة يوم الجمعة بتاعت السي فود اللي احنا دايما بناكلها دي. طيب نيجي بقى للي احنا عايزين نعمله دلوقتي التاني، اللي هو البولنتا بالمشروم. بناخد شوية مشروم، جميل، ونقطعهم. دول المشرومز دول بني، تمام. المشرومز دي موجودة في السوق، دي اسمها بورتوبيلو مشرومز. البورتوبيلو مشرومز بقى بتفرق ايه عن المشروم التاني الابيض؟ طعمها ممكن نقول ان هي طعمها مشروم اكتر، بس غير كده هو بس انا لقيته فاشتريته فبطبخ بيه، جميل. هنا بقى نحطهم على طاسه ناشفه على طول، عشان ايه انتوا عارفين ان بحب اعمل ايه في المشروم، بخليه ان هو يطلع ميته. اللي عايز يتعلم بقى يتعود على مسكة السكينة يقطع في حاجتين، مشروم وكوسة. الاتنين دول بيسهلوا جدا، بيخليك ان انت تتعود على مسكة السكينة، جميل. فايه اشتروا مثلا بتاع ايه 3 كيلو كوسة عشان هو ارخص من المشروم، وعيشوا حياتكم.
بتطلع ميتها، ريحه المشروم باينه، ريحه المشروم بدات تطلع، ريحه لطيفه كده بتطلع من وسط المشروم. على نار متوسط، مش لازم بعالي قوي. جميل. بعد كده هنحط بقى، هنعمل مشروم دوكسيل. احنا عملناها مع بعض كذا حاجه كذا مره. المشروم دوكسيل عباره عن بصل ومشروم وشويه اعشاب. احنا هنستخدم الايه، الزعتر الفريش. بصل هنفرمه فاين دايس، ما يعني مكعبات صغيره. بصل لونه ايه؟ ابيض مش احمر، عشان يبقى فيها ايه؟ التسكيره اللطيفه، ما يبقاش ايه؟ الاحمر اللي بيتحرق اسرع من الابيض. ناخد يعني مثلا نقول نص فص ثوم مفروم. جميل. هنا بقى دلوقتي هحط الزيت. ملح، فلفل اسمر. جميل. والزعتر الفريش عليها. الريحة اللي طالعه فظيعه، جامده جدا. احنا ليه بنعمل سلطه المشروم؟ عشان انا عايز احط دول في وسط البولانتا اللي احنا هنعمله. البولانتا بتعمل ازاي؟ البولانتا بيبقى زي حاجه زي دي السميد، ده بيتعمل من الذره. ممكن حد يبص يقول ده بسبوسه، واحنا عملنا النيوكي على الرومانا وعملنا البولانتا من دي السميد، نفس الحاجه اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل بسبوسه. هنا عندنا لبن وميه، الاثنين مع بعض، كوبايتين لبن وكوبايتين ميه على تقريبا 250 جرام من او ربع كيلو من السيمولينا. جميل. او الدي السميد. جميل. احنا دول لبن سخن، لبن ميه احنا بنسخنهم. تمام. بعد كده هننزل بالايه، بالمضرب السلك، وهننزل واحده واحده نزود السيمولينا على السائل مش العكس. طول ما احنا نازلين احنا عاملين ايه؟ نضرب النشويات اللي فيها، هتبتدي ايه؟ تطلع وتنشفش وتشرب الميه. بدأت تتقل شويه، لسه هتتقل اكتر. احنا عايزين قوام الايه؟ البطاطس البوريه، ده اللي احنا عايزينه. طيب بالنسبه للمشروم بقى كده، اديني شويه زبده. وشويه عصير ليمون، سنه صغيره. كده المشروم بتاعنا جاهز. نرجع للبولانتا. شايفين هي بقت تتقل ازاي؟ بدات تتقل ازاي؟ بدات تشرب الميه، بدات تشرب السوائل. ناخد لها مثلا بتاع 3 4 دقايق لغايه ما هي السيمولين نفسها يبقى مطبوخ. لما نيجي ناكله ما فيش حاجه بتقرمش في بقنا، نبقى عارفين ان هو ايه، يبقى كلها كريمي وسموث. تمام. كريمي وناعم. شايفين بدات توصل للمرحله دي. تمام. بدات تنشف شويه. هنا بقى احط الايه، بارميزان تشيز.
مبشور ناعم. جميل. خلي جبنه البارميزان يسيح في وسط الايه البولنتا. ده نقلب بقى السباتشولا. ونحط بقى المشروم الساتيه جواها. بس كده تبقى حاجه كريمي كده ومشرومي ولطيفه ويعني فظيعه وسهله جدا ان هي تتعمل. بدل ما ان احنا نقعد نهرس بطاطس وكل الكلام اللطيف ده، نعمل بولنتا بالمشروم. بولنتا اصلا سهله قوي ان هو يتعمل، فحرام ان احنا على الاقل ما نجربوش. نقدمه في ايه بقى؟ حلو قوي. ده كل ده لو فرضا يعني ان كله ما اتاكلش، هنعمل بيه ايه؟ هنصبه في قالب اللي هو القوالب زي قوالب التوست دي. جميل. لو بنعمل فيه عيش التوست او الميت لوف او ايا كان اللي هو المستطيله دي، صبوه فيها وحطوها في الثلاجه. لما تطلع تاني يوم ممكن تقطع منه ترانشات وايه يا دوب في شويه زبده وزيت نحمرها على الوشين، برضو يتاكل يبقى لطيف، يبقى مقرمش من بره وكريمي جدا من جوه. الفينش بتاعها بس نديله سنه ملح من فوق وسنه فلفل اسمر. جميل. زيت زيتون على الوش عشان اللمعه اللطيفه بتاعتها، اللمعه اللطيفه كده بين في الطبق بتبقى ايه. ادي كده عملنا الكاتشوري اللي هو زي شوربه سي فود بالطماطم. سي فود، خمس انواع سي فود مختلفه، مع طماطم، وعملنا البصل في الاول مع البقدونس وكل الكلام ده، وحمصنا عيش معاها، وكمان عملنا طبق جانبي لطيف جدا اللي هو البولانتا. البولانتا ده تحط مع اي حاجه، ممكن سي فود، ممكن لحمه، ممكن فراخ، اللي انتوا عايزينه. كده الحلقه النهارده خلصت. يا رب تكون الوصفات بالنسبه لكم هي سهلة وطعمها لطيف. نجربها. بالنسبة لي طبقين أحلى من بعض. أشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. Keep on cooking.